في ختام الجولة السادسة عشر لبطولة دوري المارين ومحمد إسماعيل. صافرة تأتي أيضا من الحكم الدولي الإماراتي. محمد عثمان يقدم مستويات غاية في الروعة في بطولة دوري المحترفين. سيمون وحدة ممكن، الله حلوة بالفعل الكرة الماضية. سيمون فندونو لعبها واحدة وعلى طول العارضة إذا تتعاطف. شوف شوف يا سلام يا سلام يا سيمون، العارضة تتعاطف تماما مع أصحاب الأرض في لعبة جميلة جدا لعب اللاعب الواضح بالصورة. سيمون أبو ظبي الرياضية الأولى بصوت الزميل المتألق دائما فارس عوض، وهذه المباراة أيضا تنقل هنا على القناة الثانية لأبو ظبي الرياضية اللي استطاع بالفعل أن يدود على المرمى بشكل ممتاز في كثير من المباريات. أوليفي ضاعت، لا زالت المحاولة، أوليفي يحاول يمر تبعد من أمام الآن، عادت من جديد باتجاه سيمون فندونو. سيمون فندونو المباريات اللي مثل هذه خارج أرضية الملعب الآن ملعوبة من جديد. سيمون فندونو في صافرة وفي خطأ وضربة حرة مباشرة الآن، وسيمون فندونو من اللاعبين أيضا اللي يجيدون التسديد من مسافات بعيدة، لكن في المرمى علي ربيع واحد من الحراس. والله شكله راح يسدد، شكله راح يسدد. 27 ياردة تقريبا الآن سيمون فندونو. الله الله يا علي ربيع، من تألق إلى تألق هذا الحارس شايف. هذا هو سيمون، كرات ما تخطئ المرمى تماما مباشرة في المرمى، لكن حارس المرمى بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة بالسلامة. علي ربيع تألق كبير لهذا الحارس، تألق مع نادي الوحدة الإماراتي لسنوات، تألق أيضا مع الفجيرة، وإذا ما أتينا إلى الفجيرة فإن الفجيرة مصنع. رئيس مجلس إدارة نادي عجمان وأعضاء مجلس إدارة الناديين والجمهور الحاضر أيضا لهذه المباراة. تخلص هذه، تخلص، تعود من جديد. سيمون فندونو، سيمون تمرت إلى خارج أرضية الملعب. حسن مأتوب، سيمون فندونو بشكل ممتاز، لم يكن التفاهم موجود ايضا. النصر ينتصر، هنا محاولة سيمون ممكن قوية ولكنها تصطد ايضا الى خارج ارضية الملعب. النصر ايضا يوم امس يحقق فوز على حساب الشارقة بثلاثة اهداف ممتاز في بطولة دوري المحترفين. كرة ملعوبة الان تتخلص، هذه تعود من جديد. سيمون فندونو، دبي من الفرق الممتازة للغاية حقيقة للامانة، وايضا لديها ادارة واعية. كرة ملعوبة الان تعدي الى خارج ارضية الملعب، تصبح الان ركلة مرمى، ركلة مرمى. 33 دقيقة الان، 33 دقيقة ونلعب في اخر 12 دقيقة على نهاية، ويعلم مدى صعوبة هذه المباراة، ولكن في كرة القدم ما في شيء. تتخلص هذه، تعود من جديد الان لمصلحة، كل هذه الأشياء أيضا تشاهدونها هناك أيضا في الاستوديو التحليلي لدينا عن كل لعبة في المباراة. كرة تعود، يحاول يمر على طول الآن، يلعبها باتجاه سيمون فندونو، محاولة لدبي، سيمون عرضية ولكن تبعد. ضايع يعني، أعتقد بأنه ما راح يزيد عن دقيقة أو دقيقتين. كرة تعود من جديد، اسماعيل احمد، كرة تتخلص الان تعود من جديد، كرة ملعوبة الان للامام. سيمون فندونو، احمد ما لم تكن ولا ضربة جزاء ايضا في ذلك الاسبوع، رغم ان الاهداف كانت غزيرة. كرة تعود من جديد، سيطر عليها حارس المرمى من المباراة فريق عجمان حتى الان. نصل الدقيقة رقم 20، 65 دقيقة، 9 نقاط، نعم، لأن الشباب لديه 33 نقطة بعد فوزه يوم أمس ووصوله للمركز الثاني، نعم. والعين سيصل للنقطة رقم 42، الفارق سيكون 9 نقاط.
ان الان خلاص ما عندي شيء يخسره، ما عندي شيء يخسره. تصل الان في وسط 18 دقيقة تقريبا هي المتبقية على نهاية هذه المباراة، وعجمان حتى الان يسير. يعني الدقائق القادمة قد تسعف فريق نادي دبي، ولكن بعد تسجيل الهدف الثاني الامور اصبحت صعبة، صعبة تماما. سيمون باتجاه يا ايمن، ربع ساعة اذا ما اردت العودة للمباراة. هنا سيمون علي ربيع في الملعب، تصبح ركلة ركنية. شوف سيمون هنا والتسديدة القوية، اذا حارس المرمى ممتاز حقيقة، يعني ردة فعل سريعة كانت من علي ربيع داخل منطقة الجزاء. مهاجم دبي في هذه اللحظات وضع طبيعي، تبعد عادت عفوا مرة أخرى الآن سالم عبيد. فريق دبي كرة ملعوبة خطيرة هذه تتخلص، فرحة كبيرة في المدرجات. وهنا سيمون فاندونو، يعني ذكرت أيضا يجب على عادت باتجاه سيمون فاندونو، يرسلها في الجهة، كرة لا تلعب عليه داخل منطقة الجزاء. نلعب في آخر خمس دقائق من جديد، إلى المحاولة سيمون، ولكن حارس المرمى برافو، برافو بالفعل لحارس المرمى اللي يقدم أداء ممتاز على ربيع في هذه المباراة. شايف هنا يبعدها حارس، والله لما يقول لك الحارس يسافر الآن، وفي خطأ لمصلحة فريق نادي دبي. خلاص خلاص الأمور انتهت في هذه المباراة تماما في هذه اللحظات.